المرزوقي يتجاوز المنافس المباشر إيشاكا ديارا أمام محمد عبد الله السوداني، إيهاب المباركي، سعد بقير، إيهاب المباركي، طه ياسين الخنيسي، وفخر الدين بن يوسف، والهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. فخر الدين بن يوسف يضيف الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي في الدقائق العشرة الأولى للشوط الثاني من عملية جماعية أحسن اختتامها. فخر الدين بن يوسف القادم من اف سي ميتس الفرنسي، والنجاعة من جديد لفريق باب سويقة. شوفوا التمهيد لأحسن لاعب من جانب الترجي لحد الآن، والتصويبة اليمينية الساحقة من جانب فخر الدين بن يوسف. تمهيد ذكي وفنيات من طه ياسين الخنيسي، واختتام العملية الجماعية الأخيرة كأحسن ما يكون من فخر الدين بن يوسف اللي يسترجع في نجاعته أمام المرمى، وسجل كذلك في آخر مباراة أمام النادي الرياضي.